طيب ما في حد في المدرسة بتقولها واحنا يلا ماشي يا عم اوكي يلا طيب اوكي اي ستارت طيب كابتن كولجر اوكي اوكي طيب بصوا بقى احنا لو فهمنا اللي احنا هنقوله النهارده هنا في الصفحه دي الموضوع منتهي اوكي بالنسبه لل 51 و 52 تمام طيب هنقول ايه بقى هنقول انه البيريودك تيبل this is clear البيريودك تيبل عباره عن 7 بيريود اهي 1 2 3 4 5 6 7 اللي هما representing ال 7 energy levels و 18 group اهم من 1 2 بعدين 3 to 12 اهي وبعدين 13 to 18 اهي اوكي so it is 7 periods and 18 groups in which the elements are arranged according to the atomic number ماشي طيب اول 2 blocks اسمهم ال S block ليه لان ال configuration بتاعهم بينتهي ب NS1 او NS2 هنشوف دلوقتي اوكي وبعدين من 3 ل 12 دول اسمهم ال D block لان انا بنتهي ال configuration بال D من 13 ل 18 اسمهم ال P block elements علشان ال configuration بتاعهم بينتهي بيقفل بال B اوكي وعندي تحت فيه علشان ما يبقاش بس very long فاخدوا ال lanthanides وال actinides اللي هي ال 4F وال 5F اللي هي ال F block يبقى انا عندي 4 block يا وليد ال S وال D وال P وال F الاف دول عباره الاف بلوك عباره عن 2 روز اونلي ال4F اللي هم اللانثينايدز ودول يتميزوا اسمهم الرير اليمنتس والاكتينايدز اللي هي الجروب بتاعه ال5F اوكي ودول اسمهم الاكتينايدز ودول يتميزوا انهم راديو اكتيف ده كل اللي انا مفروض اعرفه عليهم ده كل اللي انا مفروض اعرفه عليهم عشان كده انا خلاص مش هتكلم على الاف بلوك اوكي ده الاف بلوك وهنركز اكتر في الثلاثة اللي فوق طيب ماشي نبتدي بقى ايه بالاس بلوك طيب هنخلي ده قدامنا كده ده اللي احنا هنذاكره الاس بلوك تعالى خد اول جروب اللي هو جروب 1 اوكي اهو ده جروب 1 2 بعدين نبتدي من هنا 3 ده جروب 1 جروب 2 بعدين 3 2 12 اوكي ماشي جروب 1 هات لي مثلا ايه اول حاجه ايه الهيدروجين خلاص باين اللي ده في التصوير مش باين طيب جروب 1 فيها الهيدروجين وراها بعد الهيدروجين في الصوديوم 11 بعد الصوديوم في البوتاسيوم 19 وهكذا طيب ال1 ده بيتكونفيجريت ازاي 1s1 وبعدين ال11 1s1 ها ss بقى 2s 1s2 2s2 ادي كده 4 وبعدين 3p6 ادي كده 10 وبعدين ايه فريدة يا مطر انت جننت وبعدين 3s 1 طيب البوتاسيوم ها 1s2 2s2 2p6 ادي كده 10 لسه بدري 3s2 اوكي وبعدين ادي كده 12 وبعدين 3p 3p6 حلو ادي كده 18 ها نفتح 4s ولا 3 نفتح 4s الاول 4s1 بصي يا دكتور ادي كده 4 و6 10 ما تلخبطيش علشان ما رقمناش لسه ها ما تلعبيش في حاجه مش بتاعتك لو سمحتي ما تعمليها بالارجل اوكي لا عشان الشخصيه المحترمه اللي سالت الكونفيجريشن بيتعمل ازاي برضو بنرجع لها هو اسمه ايه شريف علاء اوكي 4s1 ماشي طب بص يا دكاتره لا في قبل الصوديوم اللي هو الليثيوم 3 ليثيوم 3 ده configurated ايه 1s2 خلاص 2s1 اوكي يبقى 1s1 2s1 3s1 4s1 يبقى كل الاليمنتس بتنتهي بايه بns1 صح يبقى all elements and end with NS1 ده في الجروب 1 ده جروب 1 اوكي دول اسمهم ايه صح هو في الاس بلوك دول اسمهم جروب 1 اسمهم الكالي ميتلز يس الكالي ميتلز
اوكي طيب اذا هم ميتالز يبقى الاس بلوك كلهم ميتالز. ليه الميتال يا دكتور تند تو لوز؟ يعني انا دلوقتي احنا عارفين ان اي حلمه حياه اي اتوم انها توصل للكونفيجريشن اوف ذا نيرست نوبل جاز. طيب حاجه زي الليثيوم عشان توصل للكونفيجريشن اوف ذا نيرست نوبل جاز اللي هو الهيليوم 2 تلوز 1 الكترون ولا تو جين 7 تلوز 1 يبقى تند تو لوز 1. هنا النيون الصوديوم يبقى زي النيون 10 يبقى زي الارجون ايه 18 يا يلوز 1 ويبقى زي النيون يا جين 7 ويبقى زي الارجون مين اسهل له؟ يلوز. هنا نفس الكلام البوتاسيوم يا اما يلوز 1 ويبقى زي الارجون يا اما يجين 18 عشان يبقى زي الايه زي الكريبتون 36 ايه الاسهل له يلوز 1. وبالتالي all these elements tend to lose one electron to be most stable. any atom tend to lose electron ده metal المتال tend to lose النون متال tend to gain. خلاص يبقى this is why ال group 1 is ايه is metal are metals اوكي okay. ومش كده وبس كل ما زادت تندنسي تو لوز الكترون كل ما زادت الميتاليك بروبرتي او زادت الاكتيفيتي. يعني هو فاضل له الكترون واحد بس يشيله خلاص ويبقى ستيبل يبقى التندنسي تو لوز ذس الكترون از فيري هاي مش كده. طب هو هيلوز الالكترون ازاي؟ مش في كيميكال رياكشن؟ اذا التندنسي تو ميك كيميكال رياكشن تو لوز ذس الكترون ان ات از فيري هاي ذس از واي ذي ار موست رياكتيف اليمنتس اوكي. يبقى هما الكالي ميتالز وvery reactive. خلاص طيب خدوا بالكم بقى بالنسبة للS block ال period number اتفقنا عليها اكبر رقم مكتوب على السطر 4 صح؟ ده بالنسبة للبوتاسيوم حبيبي اوكي يعني انا لما اقولك locate البوتاسيوم هتconfigurate كده اكبر رقم اتكتب على السطر ايه 4 يبقى ده period 4 ده البيريود نمبر. بالنسبه للجروب هتقول لي دي قفلت بالاس يبقى دي اس بلس يبقى الجروب نمبر هو النمبر اوف الكترونز على الاس وهو ما فيش غير اتنين ما هو الاس ما بتاخدش غير 2 الكترون يا 1 يا 2 وبالتالي هنا الاس فيها 1 الكترون يبقى دي جروب 1. طيب لما اقول لك مثلا لوكيت الصوديوم فيرست يو كونفيجريت اكبر رقم اتكتب على السطر كان 3 يبقى ذس از ذا بيريود نمبر سو ات از بيريود نمبر 3 وجروب نمبر ايه هتقول لي ده قفل بالاس يبقى ده اس بلوك يا تيتشر يبقى هناخد النمبر اوف الكترونز في لاست اس بلوك 1 يبقى ده جروب 1 اذا ده بيريد 3 جروب 1 وصلت كده. طيب ناخد بقى جروب 2 جروب 2 نبتدي بمين؟ نبتدي بالبيريليوم 4 تحتي المغنيسيوم 12 اوكي ماشي خلينا كفايه كده بيريليوم 4 1s2 2s2 مغنيسيوم 12 1s2 2s2 بعدين ايه ها 3s ايه ده 2p مطر 2b6 كده 10 وبعدين 3s 2 اوكي طيب بص يا سيدي صح كده. طيب اللي بعد المغنيسيوم ايه دكتور؟ اوكي تحت المغنيسيوم في الكالسيوم 20 1s2 2s2 2p6 ادي كده 10 لسه بدري 3s2 12 وبعدين افتح 3p ولا افتح 3d ولا 4s 4s طيب كده لا في على فكره مطر انت يعني مش ممكن ملخبط الدفعه كلها بعد 3s ما تشوف القاعده الجميله بتاعتنا ss بس بعد 3s في ايه صح كان من الاول 3p6 وبعدين 4s ايه 2 لان انا بفتح ال 4s قبل ما افتح ال 3d. طب كده نراجع كده نشك كده 10 و10 كمان يبقى 20 اوكي طيب يبقى دلوقتي عندنا ايوه اكبر رقم اتكتب على السطر كام 4 4 يبقى ده period 4 اوكي جروب 2 ها المغنيسيوم period 3 جروب اوكي المهم ان كل جروب 2 بينتهي الكونفيجريشن ب ان اس 2 وير ان از ذا ايه نمبر اوف انرجي ليفل. طيب يبقى هم علشان يوصل للنيرست نوبل جاز هيلوز 2 ولا يجين 6
يلوز تو. طالما هم عندهم تندنسي تو لوز يبقى هم ميتال ولا نون ميتال؟ ميتال. فهم اسمهم الالكالاين ايرث ميتالز. ليه ميتالز؟ they tend to lose electrons. طيب لما يكون انت فاضل لك الكترون واحد تشيله وتبقى ستيبل، واتوم تانية فاضل لها 2 الكترون تشيلهم عشان تبقى ستيبل، مين اللي يبقى مور رياكتيف؟ مين اللي يبقى حريص اكتر على ال1؟ وبالتالي هم they are reactive but not as group 1. خلاص اوكي، so they are reactive but not as group 1. you get it؟ طيب دول لسه اس بلوك، يبقى البيريود نمبر هو اكبر رقم اتكتب على السطر، والجروب نمبر هو النمبر اوف الكترونز في اللاست ايه اس. خلاص هو 2 يبقى ده ايه جروب 2. جروب 1 فيري رياكتيف لدرجه انه بيقول لك ان الصوديوم مثلا ار نوت يعني كانوت بي فاوند، او الجروب اليمنتس عموما كانوت بي فاوند ناتشرالي كده اوكيرنج، يعني ما فيش صوديوم موجود لوحده، لانه ما فيش صوديوم اتليست هيتحد مع الاكسجين في الاتموسفير، يعني لازم يكونوا موجودين في compounds and then we get extracting them. لدرجة إنه when you want to store sodium you store it under kerosene, you have to isolate it from air because if the sodium is exposed to the air they are, these elements are active enough such that they can يعني directly combine with the oxygen in the atmosphere so it will not be found as sodium sodium يعني. okay type. بعد كده الدي بلوك بقى من 3 ل 12. طيب قلنا ايه الدي بلوك؟ خلاص احنا قلنا اول حاجه السكانديوم، بعدين التيتانيوم، خلاص وبعدين الفانادييوم، كروميوم، مانجانيز، ايرون، نيكل، كوبر، زنك. خلاص سكانديوم ده كان ايه؟ كالسيوم. الاول ارجون 18 فاكرين؟ خلاص لان الاسكانديوم كان 21 صح؟ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 لا كبر 29 28 ايه مين نيكل في حاجه 1 2 3 4 5 6 7 كوبالت 27 28 29 30. طيب وبعدين 4s2 ادي كده 20، وبعدين 3d1 خلاص ارجون 18 4s2 3d2 ارجون 18 4s2 3d. احنا عملنا الكلام ده قبل كده 3d3 ارجون 18 4s2 بس دي كلها بيريد واحده، دي في بيريد واحده 3d ها 4 ماشي. وقلنا عشان دي فاضل لها 1 الكترون وتبقى half filled خلاص يبقى 4s1 3d5 دي اصح، وبعدين ارجون 18 4s2 3d5 اوكي، وبعدين ارجون 18 4s2 3d6 دي طبعا 7 دي هتبقى 8 خلاص. الكوبالت 4s2 3d9 بس قلنا ايه ده اكسبشن، ايوه نخليها 4s1 3d10 عشان تبقى فول فيلد، وبعدين 4s2 3d10 اوكي كده ده الزنك. خلاص طبعا خدوا بالكم اوعوا تنسوا ان ده ايه ارجون 18 ها اوكي. وبالتالي كل الكونفيجريشن هنا دكتور بيقفل بايه؟ بالدي خلاص دي يبقى دي يبقى ده دي بلوك لان الكونفيجريشن قفل بالدي خلاص. طيب البيريود نمبر وانت بنكونفيجريت اكبر رقم اتكتب على السطر ايه ده البيريود نمبر. بالنسبه للجروب في الدي بلوك في طريقه ايه هي احسب لي